دلوقتي احنا بنعمل الاختبارات على الشرنك اللي على الإزازة دي، إزازة سليمة المفروض، وده الفيدباك بتاع السنسور تمام، أخضر أهو بنور معناه إن هو قاري تمام. أوكي شد، نحط واحدة تانية فيها عيب، ده كده الشرينك مقطوع أهو قطع بسيط، وده برضه السنسور الفيدباك بتاعه بقى اتغير بقى أحمر، معناه إن في تقريب خطأ. هنغير الإزازة هو بعيد تاني، ده العيب التاني اهو. السنسور هنا برضو قاري في خطأ، هنشيل هنحط إزازة ما فيهاش شرينج خالص، برضو السنسور قاري خطأ، هنرجع تاني السليمة. السنسور الفيدباك بتاعه أخضر.